تعرف يعني البطوله الغاليه ان فريق زي غزل المحله يحقق الدوري في السبعينات اكيد كان جيل عظيم. احنا 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 المعلومه اللي هقولها هي ليه احنا خدنا الدوري. ايوه لان احنا الفريق الوحيد اللي ما بطلش من 67 لغايه 72، فضلوا محافظين على قوام الفريق. على قوام الفريق الكبير اللي كان تخطى مثلا 27 28 سنه بطله. وبدا الاستاذ محمد حبيب يحط سياسه واستراتيجيه على ان لما يرجع الدوري يبقى الفرقه كلها شباب. وده اللي حصل. يعني كان مثلا اكبر واحد في الفرقه كان الكابتن مبروك حسين، لما رجع الدوري كان هو كابتن الفريق وراه كابتن سياجي وكابتن حمامه. كان الكابتن حمامه 26 سنه واحنا بنتكلم والساعه التاريخيه بقى بتاعت المحله بترن دلوقتي. واحنا ورانا كمان الاربع اولى بتوع المحله. لما كانت الفرقه في دوري 72 93 تيجي تلعبكم هنا تسمع صوت الساعه وتشوف الاولل، هو في الماتشات ما كانتش بتسمع. لان كان في الملعب ده بياخد رسمي 25000 متفرج، ما كانش في مكان لقدم وقت الماتشات يعدي ال 40. الاولل الاربعه دول فيها سلالم في النص كده على الجناب، دي كلها تبقى عمال الشركه ومظبوط الشركه قاعدين على الاولل دي لغايه ارتفاع 100 متر فوق ولا 50 متر ولا 60 متر. الاعلام السور بتاع المدرج كله زي لما تشوف الاستاد القاهره في ماتش الاسماعيلي وانجربير فوق. ايوه ناس قاعده على ابراج الكهرباء. ابراج الكهرباء بقى ديت من 75. مش باين البرج من الجمهور. ايوه ناس كانت بتطلع تقعد فوق الكشافات. يعني 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 منظر يرعب. بس الناس عايزه يعني ماتت فجاه كده المحله بطل الدوري؟ لا ده حلم ما كانش حد يحلم بيه. يعني اول حاجه سبب تتويجكم بالدوري 72 73 جمهور المحله اللي طبعًا كان بيملى الاستاد هنا. طبعا 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 وبره الملعب كمان. ايوه بره كانوا معاكم بره في ماتشات بره سنه الدوري بالذات. وبعد كده خدنا الدوري خلاص بقى بقى لنا جمهور في اسكندريه. لنا جمهور في الاسماعيليه واحاديث جميله. اصعب الماتشات في دوري 72 73 والمواقف الحلوه هو طبعا نمره واحد اهل وزمالك. ايوه بتعملوا حساب الاهلي وزمالك واسماعيلي. اسماعيلي لان الاسماعيلي كان لسه بطل افريقيا. وكان لسه صحيح النكسه اثرت. اثرت كتير كتير كتير. يعني يعني انا فاكر لما خدنا بطوله بحري رحنا نلعب مباراه مع النادي الاهلي تحت 20 سنه. وانا كنت الحارس المرمى على الاضواء. كان حارس المرمى يوميها كابتن حسن جعفر. الله يرحمه. الله يرحمه. كان على ما افتكر يعني كابتن شريف مدكور، كابتن علي علي زيور، حسن حمدي، عبد العزيز عبد الشافي، ابراهيم عبد الصمد. كان الناشئ اللي هو مصر كلها بتتكلم عليه. لان هو لعب منتخب مصر اظن في 72. احنا كنا اظن زمان 70 او حاجه زي كده. فرقة جبارة يعني. كابتن الكبير طبعا بتاعنا الكابتن صالح سليم. يعني انا طبعا يعني مش انا اللي اتكلم على صالح سليم، ولكن ده كان جيل الاهلي وقتها. كان جيل الاهلي اللي هو كان الكابتن شربيني اسمه الالفا. ايوه عشان كمل وبقيه اللعيبه التلاميذ. ايوه عشان كمل بعد اللي هم بقى الكابتن حسن حمدي الكابتن والكابتن عصام عبد المنعم. بس عشان الماتش ده تحت 20 سنه فكان الكابتن عصام 25 سنه 26 سنه، الكابتن شربيني كان 26 27 حاجه زي كده. طب فاكر اخر مباراه في دوري 72 73 اتلعبت؟ ايوه